أليس عجيباً جداً أن نجد على ألواح بابل وسومر من ألوف السنين أن الأرض ليست كاملة الاستدارة وأنها أقرب ما تكون إلى شكل الكمثرة؟ وهذا هو ما اهتدى إليه الفلك الحديث، فكل صور سفن الفضاء تحمل لأرضنا هذه الصورة. ولا نعرف من أين جاءت إلى أهل الأرض هذه المعلومات النادرة الدقيقة. إن الكتب القديمة والأساطير والنقوش تؤكد لنا بلغة عصرها البسيطة كيف أن كائنات من كواكب أخرى قد جاءت إلى الأرض وعاشت بعض الوقت ثم اختفت على أثر طوفان أغرق الأرض كلها. وقصة الطوفان هذه موجودة في كل الحضارات القديمة وكل كتب التاريخ القديمة وكل الكتب الدينية والكتب السماوية. وكأن هذه الحضارات القديمة وأهلها تريد أن تحيرنا وأن ترهقنا، فنحن نجد آثار الحضارات القديمة في أماكن نائية وفي مجتمعات بدائية، كأن نجد رسوماً لسفن فضاء وطائرات وكيف تعلو وكيف تهبط في العهد القديم من الكتاب المقدس.